الأستاذ الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لتعليم الطلاب. أهلا وسهلا بسيادتك، وعايزين كلمة من حضرتك في عيد الموظف المثالي. أولا أنا برحب بيكم، أولا نمرة اتنين، أولا حاجة تفرح يعني اللي أنا شايفه دي العشرات جامعة عين شمس تقريبا بموظفيها بعمالها كلها النهارده موجودين هنا. ده يدل على شيء، فبيدل على ان الجامعه بتهتم جدا جدا بالعلاقات الانسانيه، لان جزء من الاداره الناجحه في اي مكان انك انت تهتمي بالعاملين اللي شغالين معاكي، بتهتمي باجورهم، بتهتمي بحالتهم النفسيه، بحالتهم الاجتماعيه، برحلاتهم، بتكريمهم المعنوي، لان لا تتخيل التكريم المعنوي ده ممكن يعمل ايه. احساس الانسان بان هو بيكرم من قبل الجهه اللي بيعمل فيها، فده بيدفعه الى مزيد من الانجاز. فعشان كده النهارده احنا جايين نفرح معاهم، احنا بنقول لهم شكرا على كل حاجه حلوه انتم عملتوها. انتوا مجموعه موظفين وعمال نماذج مشرفه جدا جدا للموظف في جامعه عين شمس، واحنا بنكرمكم، احنا بنقول لغيركم اعملوا زيكم. فبالتالي هي يعني واخده اكتر من حته، يعني القيمه الايجابيه الاولانيه للشخص المكرم النهارده في حد ذاته، والقيمه الثانيه ان لما زمايله في نفس الادارات ونفس الاقسام اللي موجوده التانيين يعرفوا ان زمايلهم تم تكريمهم من قبل اكبر قياده موجوده في الجامعه على راسهم طبعا الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعه والساده النواب مع كل الساده العمداء. يعني انا شايف النهارده اداره الجامعه بكلياتها النهارده كلها متمثله النهارده. فبالتالي ده هو عرس كبير جدا، الهدف الاساسي منه ان احنا ابتدينا نهتم بالعلاقات الانسانيه، والعلاقات الانسانيه ركن لا يتجزا من نجاح اي اداره في الدنيا. هاتيلي علم وهاتيلي امكانيات ماديه وهاتي تفسخ في العلاقات الانسانيه، المنظومه كلها تقع. عشان كده احنا بنعتبر ان الاهتمام بعيد العلم وتكريم العلماء اللي هو كان من قيمه اسبوعين، ثم ياتي النهارده تكريم الموظفين والعمال في جامعه عين شمس، ده بمثابه تتويج لمنظومه العلاقات الانسانيه اللي بيحط اواصيلها وبيدعمها معالي الدكتور عبد الوهاب عز. دكتور فتحي، عايزين نعرف من حضرتك معيار اختيار الموظف المثالي، هل يرجع للاقدميه ام الكفاءه ام الخبره؟ لا 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 لا، الكفاءه والخبره والتفاني في العمل والعطاء، كل ما كان في مزيد من العطاء كل ما كان في مزيد من التقدير، هي دي الكرايتيريا او المعايير اللي بنعتمد عليها. لكن طب افرض واحد اقدم من واحد وهو اقل منه في الكفاءه، ما بيتاخدش طبعا بدون شك يعني. استاذ الدكتور، وتمنياتنا لحضرتك بالنجاح والتوفيق لرفعه الوطن وسمو اسم جامعه عين شمس. يا رب، وان شاء الله يعني مصر راجعه بقوه، راجعه بقوه باولادها بشبابها بمراكزها البحثيه بجامعاتها العلميه، خير ان شاء الله، وتحيا مصر ان شاء الله. تحيا مصر، شكرا لسيادتك.